مساء الخير، النهاردة هنتكلم عن القرش، النقاط الفنية، قفل الرجلين كويس، فرد الركب، فرد المشاط، اللاعب يكون فاتح كتفه كويس جدا ويكون ايديه لازقة في ودانه، وطبعا دماغ اللاعب بتكون في الوضع الطبيعي. قبل ما بنعلم القرش لازم اللاعب بيكون بيعرف يفتح كتفه كويس، عشان كده دي تمارين اللاعب لازم يعملها قبل ما يبدأ تعليم القرش الأول. التمرين ده سهل جدا، اللاعب يقدر يعمله على الأرض، ممكن يعمله على كرسي، وهيساعده في حاجات كتير جدا مش في القرش بس. ازاي بنعلم القرش؟ من وضع الانبطاح اللاعب بيرفع جزءه الأول، من وضع الانبطاح اللاعب بيرفع رجليه الأول، بعد كده بنرفع الجزء والرجلين نفس التمرين، ولعب ايده ورا راسه. اخر خطوة بقى بيرفع الجزء والرجلين مع الايدين.